ده ايه ده طاق ده ايه دي انا واحد ما كتير الاولاني لا اللي من بعيد ده كابتن ده في مباراة المنيا كان قبل الفطار كنا بنلعب قبل الفطار الساعة 2 كان النظام القديم بقى ده كان خطر جدا و ده دلوقتي في حتة تانية خالص لا خالص وبتلعب بعد الفطار ومشاكل واللعيبة مش قادرة قبل بقى قصدك لا دلوقتي بيلعبوا بعد الفطار احنا كنا بنلعب قبل لكن احنا ما كناش بنقدم افضل حاجه كمستوى فني ومتعه الجماهير ما كانتش بتيجي ان بيبقى صيام وحر والدنيا ما كانتش كويسه ولكن كنا بنلعب وكان ربنا بيكرمنا وبنكسب بس كنا صايمين بنبقى صايمين كنت بتجري زي بعد يا كابتن ولا ايه كنت بتجري زي بعد يعني بتجري لا زي خالص ما انا قلت بص يا حضرتك كابتن ايه ده يعني ده سبحان الله يعني ده كرم من الصيام بقى هو ده يا كابتن بقى قبول الدعاء بالظبط يعني عارف ده جون كده يا رب الشهر روحي الكريم راحت المدفع قبل الفطار يعني. ايوه لا الجول ده حلو قوي وانا كنت الحمد لله مميز بالشوط الجول ده سرعته حد اسهالي يعني متخصص بس كان بره مصر حوالي 95 كيلو في الساعه كسرعه ما شاء الله فقويه جدا يعني من اقوى الاهداف كشوطه انت عارف حضرتك الشوط ده مهاره وانا كنت مميز بالتصويب فانا كنت طلعت غل كله بقى وانا صايم عايز افطر وزهقان ومش قادرين نجري والجو كان حر قوي فالحمد لله ربنا كرمني بالجون ده يعني ايه الحاجه يا كابتن اللي انت ندمان عليها وانت بتلعب كوره يعني لو لك في زمن تاني ما تعملهاش ضيعت وقت كتير ان انا كنت ممكن اعمل تاريخ اكبر من كده طبعا في قرارات الواحد لما بيكبر بيتعلم وبياخد خبرات والعقلية بتختلف شوية يعني ايه اصعب قرار القرار اللي انا خدته ان انا بطلت 33 سنة كنت ممكن العب سنتين ثلاثة تاني وانا كنت لسه يعني الحمد لله عضلاتي كانت كويسة وحافظ على صحتي لكن الفترة دي معظم رؤساء الأندية والناس اللي كانت مسؤولة في الرياضة المصرية كانوا واخدين انطباع ان اللعيب اللي يعدي 30 سنه خلاص يبقى عامل زي الحصان اللي اتضرب بالنار وشكرا. فدي كانت من المواقف او القرارات اللي انا خدتها كنت ممكن العب سنتين ثلاثه تاني فدي كانت انت بطلت وانت قادر. كنت ممكن اقدر العب يعني بطلت من غير اصابات ومن غير ما هو انا قلت لحضرتك هو الفكر الفتره دي كان يعني ما كانش بروفيشنال قوي. فقدرت ان انا بقى اخد قرار وانسحب وانا بصحتي وما عنديش اصابات وان انا ابطل ايه القرار الاسوأ وانت بتلعب؟ في حاجات كتير قوي قول لي منها اتنين دول كتير في قرار وانا بلعب او موقف حصل مع كابتن جوه رحمه الله عليه ان احنا كنا في كاس عالم القارات 99 وطلب مني ان انا اقعد احتياطي ماتش بوليفيا وانا رفضت فدي كانت من اصعب المواقف اللي مرت عليا في الكوره ان انا اخد فيها قرار او لا واليوم ده ما نمتش يعني ما كان الكابتن حسام حسن والكابتن هاني رمزي ورحنا وقعدنا مع الكابتن جوهري واتكلمنا في كل حاجه رفضت مع الكابتن جوهري؟ قلت له ازاي يعني؟ كان طلب مني ان هو هيلعب بطريقه معينه دي كانت بدايه الكابتن جوهري في تغيير السيستم بتاعته وطريقه اللعب ان هو يلعب بطريقه اربعه فقال لي انت المباراه دي مش احنا بنلعب بليبرو والماتشات الوديه كلها اللي قبل البطوله كنت بلعب بطريقه اربعه وكان شايف ان هو الفتره دي عبد الظاهر السقا ومدحت كانوا هم اللي هيبداوا المباراه وانا هبقى احتياطي يعني هي بيني وبينك يعني كابتن ما فيهاش حاجه وده طبيعي ان قلت له لا ومحدش كان يقدر يقول لكابتن جوهري لا عشان كده بطمن عليه قال لك ايه بقى؟ ما دي كانت قنبله كانت مشكله جامده جدا رد عليك ساعتها قال لك ايه؟ قال لي يعني انا محمود الجوهري بقول لك لازم تقعد احتياطي فقلت له يا كابتن انا بعتذر لحضرتك وانا زي ابنك وانت خيرك عليا ومدربي وانا بحبك جدا لكن انا مش هقدر اقعد احتياطي نفسيا من جوايا اتمنى الفرقه تكسب لكن مش هبقى حاسس ان انا قاعد وانا مبسوط فده كان قرار صعب جدا ان انا اخده واقول قال لك ايه كابتن بقى فقال لي خلاص انت بره السكور شيت خالص و مشوارك معايا بالنسبه لي ان انت في البطوله دي مش هتكمل معايا واحنا عندنا المكسيك وبعدين السعوديه وانتهت علاقتك بيه خلاص لا ما انتهتش كان في صلح
بس خلاص ما رجعتش معايا يعني. لا رجعت لعبت الماتش اللي بعده بنفس العلاقه بس بقى. يعني كانت متوتره شويه، لكن اللي اتدخل في الموضوع كان كاب سمير زاهر رحمه الله عليه، كان رئيس الاتحاد ساعتها، وقعد معايا وقال انت غلطان وكده، واتمرن التمرينين ثلاثه قبل ماتش المكسيك، وانت يعني نقعد مع الكابتن جوهري ونشوف الوضع ايه. فقعد معاه كابتن جوهري كان رافض، فرحت له الغرفه واعتذرت له، وخدت حسام حسن وهاني رمزي معايا، قبل اعتذاري، لكن برضه هو كان زعلان. لكن بص الاخطاء اللي هي كانت موجوده في المباراه الاولانيه بتاعت بوليفيا، حس ان فرقه المكسيك فرقه هجوميا كويسه جدا، وانا اقدر اتعامل معاهم بالسرعات والقوه والهيد والشغل بتاع المدافعين، كان محتاجني فيه، فقعد معايا اداني المهام بتاعتي. انت كنت مغرور قوي كده يا كابتن؟ يعني دماغك كانت كبيره كده؟ مش مغرور، هو حضرتك بتقول لي موقف، انا موقف بندم عليه، لكن ما هوش غرور، هو ممكن يكون ثقه في النفس، ان انا حاسس ان انا الفتره دي كويس وما اقعدش احتياطي. هي اكبر غلط او اكبر غلطه ان لعيب يتناقش مع المدير الفني في حته اللعب، يلعب او ما يلعبش. وانا لما بقيت مدرب حسيت ان انا غلطت غلطه جامده جدا. بعدين اختارني بقى ماتش المكسيك، والفاضي كنت فايق قوي، عارف لو انا حاسس بنفسي ان انا مش كويس الفتره دي مش هتكلم خالص، لكن انا كنت فت جدا وجاي من المانيا وبلعب الشامبيونز ليج انا وهاني رمزي. لكن طبعا لعبت الماتش المكسيك، احرزت هدف وعملت هدف وتصالحنا، والامور كانت كويسه جدا، وعملت احسن الماتشات. ده كان دافع ليا ان انا رديت على كابتن جوهر ان انا موجود والافضل في المكان ده ان انا العب لمصلحه الفريق.